Bonjour tout le monde, bonjour à tous, nous revoilà encore une nouvelle fois dans une nouvelle vidéo qui va cette fois-ci être l'objet de la correction d'un examen régional français, celui qui était proposé pour la région de Fès en 2016. دابا مور ما خدينا الوقت الكافي من اجل قراءه النص واحد دو ولا تخوا فوا والفهم الكامل ديال النص بطريقه جيده اون بو ساتاكي او كيستيون يعني نقدروا نبداو الاسئله ديالنا دونك خصنا نعرفوا بان اي امتحان جهوي كيكون مكون من ثلاث عناصر العنصر الاول سكون نابيل لا كونتكستواليزاسيون دونك سي كوا لا كونتكستواليزاسيون الا بغينا نقولوا هي تاطير النص شنو كيكون مطلوب مني في تاطير النص كيكونوا مطلوبين جوج عناصر السؤال الاول كيكون عباره على اون فيش دو ليكتور ديال الكتاب اللي مخوذ منه نص الامتحان والسؤال الثاني كيكون دائما هو لا سيتوياسيون دو باساج دونك نبداو بالسؤال الاول اللي هو لا فيش دو ليكتور دونك لا فيش دو ليكتور كتكون غالبا عباره عن جدول وهذا الجدول هذا كيخصو دونك اننا نملؤوا العناصر اللي فيه دونك شنو هي العناصر اللي كتكون مطلوبه غالبا كيكون مطلوب عندي الاسم ديال لوتور لو تيتغ لو جونغ ليتيرير ديال الكتاب دونك لو جونغ ليتيرير كنقصد به النوع الادبي ديال الكتاب تاريخ الصدور ديال الكتاب اتسيتيرا دونك هذه المره هذه في هذا الامتحان طاح واحد الشكل جديد ديال لافيش دو ليكتور اللي هي عباره عن نص فيه فراغات وحنا خصنا نكملوهم دونك قالوا لنا بي il faut compléter ce texte de présentation يعني خصنا نكملوا هذا النص التعريفي ديال الكتاب وخصنا نملؤوا الفراغ بالعناصر الاتيه خصني نذكر la date d'écriture, خصني نذكر le nom du père, donc la date d'écriture يعني تاريخ الكتابة, le nom du père يعني الاسم ديال الأب, le genre théâtral كنقصد به النوع ديال المسرحية ولا النوع الأدبي, و le nom du dramaturge. Donc دابا غنقراو النص اللي فيه الفراغات باش نعرفوا كل حاجة شنو خصني نحط فيها. Donc Antigone est une tragédie. Des points. Donc une tragédie. شنو غنقصدوا بأون تراجيدي هنا شنو كيطلبوا منا في نظركم؟ Bien sûr كيطلبوا منا le genre théâtral, d'accord? Donc le genre théâtral, كنعرفوا بأن Antigone est une tragédie moderne, d'accord? Donc écrite au, وعندنا هنايا siècle. Donc هنا شنو كيطلبوا مني؟ هنا كيطلبوا مني تاريخ الصدور وليني ماشي السنة بالضبط كيطلبوا مني le siècle اللي هو القرن, d'accord? Donc par, elle est écrite par le dramaturge français, le dramaturge français, يعني الكاتب الدرامي الفرنسي, وعندي نقاط يعني كيطلبوا مني الاسم ديال الكاتب ديال Antigone. Donc cette pièce représente le destin malheureux d'Antigone, يعني هاد القصة هادي كتهضر على واحد المصير المحزن ديال واحد الشخصية اللي هي Antigone. هاد الشخصية هادي سي لا في دو جوكاست, يعني Antigone بنت هاد جوكاست اي دو وعندنا هنايا نقط وبالتالي ملي غنجيو نملؤوا غيولي عندي Antigone est une tragédie moderne, هي تراجيديا معاصرة écrite au 20e siècle, يعني كتبت في القرن العشرين, هذا هو التاريخ ديال الصدور, par le dramaturge français Jean Anouilh, عن طريق ولا من طرف الكاتب الدرامي الفرنسي جون أنوي يعني الفراغ الأول غنعمرو مودرن تراجيدي مودرن الفراغ الثاني écrite au 20e siècle الفراغ الثالث le dramaturge français Jean Anouilh. Cette pièce représente le destin malheureux d'Antigone, la fille de Jocaste et d'Oedipe. Je connais le père d'Antigone, هو Oedipe, يعني Antigone بنت ديال Jocaste et Oedipe. Donc une fois غنحط هاد العناصر بربعه مودرن 20e Jean Anouilh et Oedipe غنكون عمرت بشكل صحيح هاد النص هذا اللي فيه فراغات ونكون جاوبت على السؤال الاول. السؤال الاول كما كتلاحظوا فيه اربعه ديال الاجزاء خصها تعمر كل جزء ب 0.25 يعني الا جاوبت على هاد السؤال صحيح غنكون خديت النقطه الاولى ديالي في الامتحان. دائما مع الجزء المتعلق بلا كونتكستواليزاسيون دابا لا سيتوياسيون دو باساج دونك كما كتلاحظوا بور سيتوي لو تيكست دون لوفر répondez aux questions suivantes. Donc la situation de passage fait deux types, qui est le type simple ou qui est le type compliqué. Le type simple tout simplement, هو ملي كيقول لنا باش نديروا لا سيتوياسيون جاوب على الاسئله وهما كيطرحوا لنا على الاسئله ويكفي انني نكون فاهم القصه وعارفها باش نجاوب على الاسئله ونكون درت لا سيتوياسيون. الجوج صعب ولا السؤال صعب في لا سيتوياسيون دو باساج هو ملي كيقول لك سيتوي لو باساج ملي كيعطيوك هذا السؤال هكا ناشف كيكون شويه صعيب لانك كيخصك دونك دير لا سيتوياسيون من راسك ما كيعاونوكش بالاسئله دونك المباشره كيخصك تذكر الاحداث اللي تذكرات قبل من داك المقتطف اللي حنا اللي عندنا في لو تيكست وخصك تذكر دونك تحطو باغابوغ القصه ككل يعني فين كيتموقع بالنسبه للقصه شنو هي الاحداث اللي قبل منه وشنو هي الاحداث اللي مورا دونك هنايا عندنا اوغوزمون الجزء السهل اللي هو الفو ريبوندغ او كيستيون سويفونت دونك لا بروميير كيستيون هي ا بوركوا Antigone
a-t-elle été prise et ramenée au palais par les gardes de Crayon ? علاش أنتيغون شدات وداوها للقصر قدام من طرف لي غارد من طرف الحراس قدام خالها كريون. Donc la seule réponse ou la réponse la plus simple, donc Antigone a été arrêté par les gardes alors qu'il tentait d'enterrer le cadavre de son frère Polynice. يعني شدات من طرف لي غارد ملي كانت كتحاول انها تدفن. Donc il tentait, هنا le verbe tenter, يعني حاول يحاول d'enterrer, le verbe enterrer, يعني دفن. Donc le cadavre اللي هو الجثة de son frère Polynice. عارفين في القصة بأن في la deuxième tentative, المحاولة الثانية, Antigone il a été donc prise par les gardes, il a été capturé et ramené devant Crayon au palais pour qu'il soit puni. سؤال ثاني في la situation de passage. Donc B, la question B, en accomplissant cet acte, يعني ملي دارت هاد الفعلة هادي. دونك لاكت كنقصدو به عنده علاقة بهاد السؤال هذا. والفعلة اللي عندنا هنايا سي لونتيرمون دو كادافر. دونك ملي دارت هاد اكومبليغ لو فيرب اكومبليغ يعني ملي دارت الفعلة ديالها. واش أنتيغون سافيتيل كيل ريسك لا بين دو مور؟ واش كانت عارفة بأنها تقدر تواجه عقوبة الإعدام ولا عقوبة الموت وهي كتحاول واش وبني هي مشات تدفن خاها واش كانت عارفة بأنها تقدر تموت؟ لا غيبونس بيان سور وي. Antigone savait qu'il risquait la peine de mort car il avait violé la loi décrétée par Crayon. On sait bien que Crayon mort la guerre des deux princes, qu'on a dfen Éthiopie, qu'on a laissé le cadavre de Polynice marmé dans la forêt. Donc il a interdit à qui que ce soit de s'approcher du cadavre. يعني انه منع اي واحد يقترب من لو كادافر واللي قرب من لو كادافر قال له غادي نقتلك. أنتيغون تحدات هذا القرار هذا. دونك il savait كانت عارفه راسها انها تقدر تموت وهي كتحاول الدفن ديال لو كادافر دو بولينيس. alors سالينا دابا مع لا كونتيكستواليزاسيون غادي ندوزو لا دوزيام بارتي واللي كتكون هي لا بارتي الكبيره اللي هي لاناليز دو تيكست يعني التحليل ديال النص. هاد التحليل ديال النص كيكون فيه اسئله مباشره عندها علاقه بالنص اللي قدامنا. دونك لا كونتيكستواليزاسيون كيما شرحنا كيكون عندها علاقه بالنص ككل يعني لا فيش دو ليكتور لا سيتواسيون دو باساج كيكون عندها علاقه بالكتاب كامل. مي لاناليز دو تيكست كيكون عندها علاقه مباشره بالنص اللي حنا عندنا قدامنا في الامتحان. دونك لا بروميير كيسيون في لاناليز دو تيكست اللي هي لا كيسيون نيميرو 3 ليزي لا بروميير ريبليك دونتيغون. يعني هنا كيوجهونا قالوا لنا سيرو البروميير ريبليك دونتيغون يعني لا ريبليك دونتيغون هي داك الكلام اللي كتقول أنتيغون في الاول. دونك بوي ريبوندي او كيسيون سويفونت يعني هاد الاجوبه ديال هاد لا كيسيون هادي كلهم غنجبروهم في لا بروميير ريبليك. دونك بروميييرمون ا quel type de phrase Antigone y emploie-t-elle? يعني في لا بروميير ريبليك شنو هو النوع ديال الجمل اللي أنتيغون كانت كتستعمل مع كريون؟ دونك ملي كنقراو لا بروميير ريبليك كنلقاوها بانها il utilise des phrases déclaratives négatives. دونك استعملت معاه دي فراز اللي هما ديكلاراتيف اخباريه وليني سو فورم دو نيغاسيون وليني على شكل دونك نفي. نقدروا كاريمون نجاوبوا دونك il utilise des phrases négatives وتقدر انها المصحح يعتبر الاجابه ديالنا صحيحه. دونك لا ريبونس لا بلو كوريكت سي كيل utilise des phrases déclaratives négatives. هاد لا ريبونس هادي عليها 0.25. La deuxième question, en employant ce type de phrase, يعني باستعمالها لهذا النوع من الجمل, يعني les phrases négatives, Antigone est-elle une fille hésitante? واش Antigone كنحسوا بها من خلال هذا النوع ديال الجواب ديالها واش هي دونك اون في هيزيتونت يعني واحد الفتاه اللي هي متردده. ديسيدي يعني واثقه في راسها وعارفه راسها شنو كدير. ولا انديفيرونت يعني غير مباليه ما مسوقاش. داكوغ دونك انطلاقا من هاد لي فراز هذا انها كتدافع على راسها افيك دي فراز اللي هما ديكلاراتيف نيجاتيف. دونك كنعرفوا بان أنتيغون ايت اون في ديسيدي يعني واثقه من راسها عارفه اش باغا دير. داكشي كله اللي كيقول لها كريون كتقول له لا انا جو سوي ديسيدي دونتيغي لو كادافر دو بولينيس. يعني لا بون ريبونس سي دونك كيل اي اون في ديسيدي. دونك لا ثوازيام كيسيون سي quelle didascalie. Donc je ne connais pas la didascalie. La didascalie, il y a l'indication cynique. Ou la didascalie, tout simplement, il y a le rôle de donc de le pouvoir de l'une personne. Quand on peut le voir, écrit entre deux اللي كتعطينا دونك كتعطينا الموقف الجسدي ديالو في داك اللحظه هذيك مثلا. دونك واش كيضحك واش بانفعال واش مخلوع واش كتعطينا يعني كتعطينا تصور جسدي على ولا الا بغينا نقولوا نفسي على الشخصيه هي اللي كنقصدوا بها لا ديداسكالي.
شنو هي لا ديداسكالي دونك كي فيان ابويي سيت اتيتود دونتيغون دونك خلال هاد لا ريبليك هادي خرجنا لا ديداسكالي اللي كتبين الجواب ديالك ان ولا اللي كتاكد الجواب ديالنا اللي هنايا قلنا بان سي اون في ديسيدي دونك لا ديداسكالي هي il secoue la tête il secoue la tête يعني كتحرك راسها pour dire non. D'accord, donc هنا كنعرفوا بان c'est une fille décidée كتجاوب دي فراز نيجاتيف هي واثقه من راسها واي حاجه كيقولها لك خيون كترفضها بكل بساطه وكان كنا جاوبنا على السؤال رقم 3 دونك السؤال A 0.25 السؤال B 0.5 والسؤال C 0.25 Maintenant passons à la question numéro 4 dans son face à face avec Antigone يعني خلال face à face مع Antigone Crayon défend l'idée selon laquelle il n'est pas facile de dire oui donc Crayon كان كيدافع على الفكره ان باش نقولوا اه شي مرات ما كيكونش علينا شي مرات سهل اننا نوافقوا d'accord ولا نقولوا اه donc dire oui donc هاد la question elle est il a بغينا نقولوا il est composé de deux parties la partie A dites si cette idée est vraie ou fausse. Donc هاد الجملة اللي عندي هنايا واش الفكرة اللي فيها هي فكرة صحيحة ولا خاطئة واش بصح كريون كيدافع على الفكرة انه سوني با فاسيل دو دير وي او نو الجواب 0.5 دونك انطلاقا من القراءة ديالنا النص وي سيت ايدي اي فري لان بصح كريون في هاد الحوار ديالو مع انتيغون قالها بان سوني با فاسيل دو دير وي دونك il faut justifier la réponse هاد لا ريبونس اللي قلنا بان هاد ليدي ولا هاد لانفورماسيون اي لي فري اون دو لا جوستيفيير خصنا اننا نبرروها Justifiez votre réponse par une expression relevée dans la première tirade de crayon. C'est la première tirade, donc je vais la première tirade ou le kalam le mutawwal khilal al hiwar l'awwal li kayen fi hada nass hada dial crayon. Donc khassna nmchiwlo on bino bi anna hada chi li qulna hnaya sahih avec une justification. Donc la justification hiya el jumla taliya li qal pour dire oui, yani bach anana nqulu oui, il faut suer نقدروا كاريمون اننا نتعرقوا يعني كنبدلوا مجهود يغوتخوسي سي مونش ونشمروا على السواعد ديالنا دونك قال لها باش انك دي فوا تقول وي خصك تعرق تبدل مجهود ضرب تماره وخصك تشمر على السواعد ديالنا هذه الجمله هذه كتبين بان هاد لافورماسيون هادي الي فري وبان دونك الجواب ديالنا هنايا حتى هو صحيح وهكا غنكونوا جاوبنا على السؤال رقم 4 السؤال ا 0.5 السؤال ب 0.5 La question numéro 5. Pour convaincre sa nièce, donc la nièce, il y a Bentrto, Bachirkna Bentrto. Crayon. Recours à des exemples liés à la nature. Yani crayon, il est stimel, mtila, minat tabia, moussaouhat minat tabia. Donc, on a la question A. Relever un de ces exemples. Donc, haoul anakat srj, wahed n'a des exemples liés à stimel crayon. Melkara adialna nus. Donc, allah. Tu imagines un monde où les arbres aussi auraient dit non contre la sève. واش كتخيلي في الحياة ديالنا دونك شي شجرة تقدر انها تقول ولا مجموعة من الاشجار يقدروا يقولوا للمنشار يقولوا له لا يعني ملي يجي يقطعهم يقولوا له لا داكور دونك هنا pour lui montrer que dire oui ce n'est pas toujours facile d'accord donc هنايا l'utilisation ديال mot les arbres donc c'est un mot extrait du champ lexical ديال la nature donc وبالتالي هاد la phrase هادي donc كتبين لنا un exemple مخود من la nature الاجابه على هاد السؤال 0.5 la question B utilise-t-il يعني crayon utilise-t-il واش كيستعمل ces exemples pour illustrer l'importance de la vie la beauté de la nature ou la nécessité de mourir علاش استعمل crayon هاد الامثله واش باش يوضح لنا الاهميه ديال الحياه l'importance de la vie ولا la beauté de la nature ولا الجمال ديال الطبيعه ولا la nécessité de mourir ولا الضروره ديال الموت هو شنو كيدير هنايا il essaye de la convaincre donc pour sauver sa vie باش انه يحافظ على الحياه ديالها وبالتالي c'est pour illustrer l'importance de la vie يعني باش يوضح لها الاهميه ديال الحياه الاستعمال ديالو ديال هاد ليكزومبل هذا باش يوضح لها الاهميه ديال الحياه وانها ما خصهاش تموت بالعكس خصها تحارب من اجل البقاء هاد لا كيسيون ا 0.5 لا كيسيون ب 0.5 passons maintenant à la question numéro 6
Donc Antigone adopte une attitude méprisante vis-à-vis de son oncle Créon. يعني السؤال كيقولنا ولا لا فراز كتقولنا بان أنتيغون كتستعمل واحد الاسلوب اللي هو دونك يحتقر خالها في الكلام. دونك ملي كانت كتهضر معاه كتهضر معاه بطريقه اللي فيها واحد النوع من الاحتقار وفيها نوع من قله الادب. لا كيسيون ا غولوفي دون سا ريبليك يعني استخرج من الكلام ديالها une expression qui montre cette attitude. Donc خرجنا واحد الجمله اللي كتبين هاد لاتيتود هادي ولا اللي كتاكد هاد لاتيتود هادي يعني هاد السلوك هذا اللي فيه سلوك ديال عدم احترام. دونك فاش غادي نرجعوا غنلقاوها انها قالت له quel rêve يعني يا له من حلم ان دونك بحال تعجب pour un roi des bêtes. دونك هاد الاسلوب هذا وهاد الطريقه ديال الكلام هادي كتبين Anna Antigone, Hnaya, il manque de respect à son oncle, donc il le traite avec un mépris. كتعامل معاه باحتقار وبقلة أدب وهذا ما كيليقش وهذا السلوك هذا بيان سور ما كيليقش بالمكانة ديالو كخالها بروميييرمون و ك دونك roi de la ville de Thèbes. 0.5 pour cette question. La question B, dans cette même réplique, يعني في نفس الفقرة Antigone parle-t-elle à son oncle sur un ton ironique ? واش كتهضر معاه بشكل اللي فيه ليروني اللي فيه سخريه باتيتيك اللي فيه شفقه ولا ليريك اللي فيه واحد النوع بحال الشعر داكوغ ولا الموسيقى واحد النوع موسيقي يعني شنو هو لو طون اللي كتهضر به هنايا دونك لاحظوا بان هاد الجمله هادي دونك il se termine par un point d'exclamation و لو سونس اللي فيها سي ان سونس ديروني داكوغ دونك ان سونس ديروني يعني واحد النوع من الاستهزاء وبالتالي انتيغون بارل ا سون اونكل سور ان طون ايرونيك ماشي باتيتيك ماشي ليريك. On est arrivé maintenant à la question numéro 7. سؤال رقم 7 كيقول دونك اولا c'est une phrase mon rôle n'est pas bon يعني الدور ديالي عرفوا انه ماشي دور لي مزيان داكوغ مي سي مون رول اي جو في تو فير توي ولكن هذا هو الدور ديالي ما عندي ما ندير وانا غادي نقتلك بحيث تجاوزتي بيان سور كيقصد بحيث تجاوزات القرار ديال المنع ديال الدفن ديال الجثه ديال بولينيس. دونك لا بروميير بارتي دو سيت كيستيون اللي هي ا دو كيل رول بارل كريون ايسي يعني شنو هو الدور اللي كيهضر عليه كريون في هذه الجمله هذه جواب على 0.5 دونك بيان سور الدور اللي كيهضر عليه هنايا مون رول ني با بون دونك سي سون رول دو روا يعني الدور ديالو كملك سي سون رول دو روا علاش il doit appliquer les lois لان بنت اختو وغادي يقتلها هادشي كيحتموا عليه الدور ديالو كملك لان ما احترمتش دونك السلطه ديالو وتجاوزات الحدود ديالها. ريكريفي لا كيسيون نيميرو بي ريكريفي تو لينونسي اون امبلويون ان مويان دو كونسيسيون كونفينابل يعني نحاولوا نعاودوا نكتبوا نفس الجمله ولكن باستعمال دونك ان مويان دو كونسيسيون دونك تو سامبلومون هاد لا فراز هادي كيما كتلاحظوا لا بروميير اي لي كومبوزي دو دو بارتي مون رول ني با بون داكوغ فيرغول مي سي مون رول اي جو في te faire tuer. Donc, باش نبينوا la concession ولا باش نستعملوا un moyen de concession. Donc, غادي نقولوا غنستعملوا certes, يعني بالتأكيد, certes mon rôle n'est pas bon, mais c'est mon rôle et je vais te faire tuer. يعني بالتأكيد ان الدور ديالي ماشي مزيان, d'accord, ولكن راه الدور ديالي هو هذا وغادي نقتلك. Donc, هنايا le moyen de concession utilisé, donc c'est certes, وهو اللي كيبين لنا كما قلنا Donc la contradiction ma bille la première partie ou la deuxième partie يعني داك الا بغينا نقولوا داك النوع ديال التضاد ما بين la première partie ou la deuxième partie. بالنسبه لا question numéro 8 donc عندنا A crayon dont-il une image valorisante ou dévalorisante des deux frères d'Antigone واش كيعطي في الحوار ديالو مع أنتيغون صوره تليق بالاخوين ولا dévalorisante يعني كتنقص من القيمة ديالهم دونك من خلال الشرح ديالو ليلها في لو فاس فاس دونك يقولها بان خوتك بجوج واحد غدر خاه في الوعد اللي قدم له والاخر غدر تاب ملي مشى تحالف مع الاعداء وبالتالي عطانا اون ايماج اللي هي ديفالوريزونت بور لي دو فرير دونك كريون دون اون ايماج ديفالوريزونت دي دو فرير دونتيغون وهذا هو الجواب على 0.5 لا كيستيون بي Pour quelle raison Crayon parle-t-il de cette façon des deux frères علاش هضر بهذا الشكل هذا على لي دو فرير مع العلم ان ايثيوكل دونك الا بغينا نقولوا الجزء المخفي من هذا السؤال دونك علاش هضر بهذه الطريقه مع العلم انه دار جنازه اللي هي فخمه ومهيبه لايثيوكل دونك تو سامبلومون كما قلنا كريون فو مونتري ا انتيغون كو سي فرير نو ميريت
qu'elle se sacrifie pour eux. Donc bref, وضح لها ان الاخوين ديالها بجوج ارتكبوا خطا كما قلنا ايتيوك الغدر بخاه ملي ما وفاش بالعهد ديالو او بولينيس حتى هو غدر بالطيب ملي مشى تحالف مع الاعداء دونك بجوج بهم خاطئين وهي باقا حيه ما تستاهلش انها الى بغينا نقولوا تضحي براسها على ود جوج ديال الناس في الاصل الموت ديالهم هي عباره عن خطا. هذا غادي نكونوا سالينا لا بارتي دونك الكبيره اللي هي الاناليز دو تيكست. ودائما في الاخر لا كيسيون 9 و10 كتكون اون رياكسيون بيرسونيل فاس او تيكست، يعني هي عباره عن رده فعل شخصيه دونك تجاه النص. عقلوا معايا، قلنا لا بروميير بارتي كتكون لا كونتيكستواليزاسيون ولا دونك تاثير النص. تاثير النص كتكون فيه لا كيسيون 1 و 2. كيجي عندي من بعد لاناليز دو تيكست، يعني التحليل ديال النص من السؤال رقم 3 حتى السؤال رقم 8. سؤال 9 و10 كتكون فيهم لا رياكسيون بيرسونيل، داكوغ، يعني لا في بيرسونيل، وجهه النظر ديالنا بالنسبه لهذا النص. بالنسبه للامتحان اللي عندنا لا كيسيون نيميرو 9، ايتفو داكوغ افيك سيت فاسون دونت انتيغون سادغيس ا سون اونكل دون سو تيكست؟ واش انت متفق؟ ايتفو داكوغ واش متفق افيك سيت فاسون، يعني بهذه الطريقه دونت انتيغون اللي تعاملت بها انتيغون avec son oncle Flotext. Justifiez votre réponse ou la votre avis par un argument personnel. يعني عطينا un seul argument اللي كتجستيفيه به la réponse ديالك. Regardez, donc déjà في التنقيط كيوضحوا لنا شنو هي الاجزاء اللي خصنا نجاوبوا عليها. عندنا هنايا السؤال على نقطه فيه 0.5 مقسومه على جوج، يعني ايتفو داكور، واش ديجا باش نقول جو سوي داكور ولا جو نو سوي با داكور، ديجا عليها 0.5. هذه ما خصنيش نضيعها دائما. سؤال سهل، واش انت توي داكور ولا توي كونتر، كنجاوب جو سوي داكور ولا جو نو سوي با داكور. وعاد لا جوستيفيكاسيون بالارغومون عليها حتى هي 0.5، يعني الا جاوبت صحيح غناخذ نقطه على هذا السؤال. الوغ بيان سور ما يمكنش نقدروا اننا نتفاهموا مع ولا نكونوا مع انتيغون بالطريقه اللي هضرات مع خالها، لانها الويا مونكي دو ريسبي، هو ما كان غير باغي ينقذها. دونك هذا السؤال هذا كل واحد غيجاوب عليه بطريقته. دونك هذا سي جوست ان بوتيت اكزومبل بور فو مونتري كومون يل فو ريبوندر. لا بروميير ريبونس سي جو نو سوي با داكور افيك لا فاسون دونت انتيغون سادريس ا سون اونكل فاصيلا، يعني هي 0.5 النقط. علاش؟ دونك ايلي بلو غران كيل، يعني اول حاجه كبر منها هو خالها. ايلي ايلي اوسي لو روا دو تيب، هو في نفس الوقت الملك ديال مدينه تيب. الوغ لا جون في، يعني وبالتالي انتيغون doit le traiter avec un maximum de respect. C'est تعامل معاه بقمه الاحترام ولا بواحد الطريقه ديال الاحترام اللي هي كبيره بزاف. اول حاجه لانه خالها، وثاني حاجه لانه الملك، ماشي تنقص من الاحترام ديالو. بالعكس، il ne doit pas le traiter avec un minimum de respect mais avec un maximum de respect. C'est بين الاحترام التام باعتبار المكانه الاجتماعيه ديالو والمكانه العلائقيه ديالو للعائليه ديالو معاها. دونك كنكونوا جاوبنا على لا كيسيون نيميرو 9. Passons maintenant à la question numéro 10. À qui des deux personnages, yani بالنسبة les deux personnages اللي عندنا Antigone et Crayon, donneriez-vous raison dans cet extrait? لمن ولا شكون كيبان لك ان عنده الحق فيهم؟ Justifiez votre point de vue par un argument pertinent. Donc وضح رأي الشخصي ديالك avec un argument. دائما 0.5 × 2، يعني 0.5 مضروبه في جوج، وحده على جو سوي داكور ولا دونك على الجواب على الجزء الاول والثانيه على لارغومون. دونك هذا شخصيا. بيرسونيلمون جو دون ريزون ا كريون، دونك بالنسبه لي انا كنعتبر بان كريون هو اللي عنده الحق. علاش؟ دونك هذا 0.5 حنا ربحناها غير هنايا، كنا كنقول جو دون ريزون ا كريون ولا جو دون ريزون ا انتيغون، غتكون ربحت 0.5. علاش؟ دونك إلا بو إيسيي دو كونفانكر سا نيس دانيولي سون بلون، يعني حاول بكل ما أوتي من قوة أنه يقنع دونك أنتيغون اللي هي سا نيس بنت ختو باش أنها تخلى على لو بلون ديالها أفان دو لا سوفي، باش يقدر أنه يحميها من الموت. مي أنتيغون، ولكن أنتيغون سو ساكريفي بور أون أفيغ تيرميني، ولكن هي قررات ومصرة على أنها تضحي بالحياة ديالها على واحد القضية اللي هي في الأصل منتهية، اللي ما تمات واللي بقى عايش بلاص ما تكمل الحياة ديالها، حتى هي غادي تموت وتصر على أنها تموت باعتراضها القانون ديال كريون. كوم سا غادي نكونوا جاوبنا على جميع الأسئلة المتعلقة بليتود دو تيكست ديال هذا الامتحان هذا. نتمنى أن لي ريبونس يكونوا واضحين.
وتكونوا فهمتيهم بطريقة اللي هي جيدة. دونك كما كتلاحظوا بأن الامتحان ماشي صعيب، il suffit juste de bien comprendre le texte de départ كي خصني انني نقراه مزيان نفهمه ناخذ فيه الوقت من اجل الفهم ديالو عاد دونك je peux m'attaquer aux questions وبشوية بشوية كنجاوب على الأسئلة وكنربح نقاطات كنجمع نقطة من هنا ونقطة من هنا. دونك اخيرا اعزائي التلاميذ بقى لنا نص الموضوع ديال لا برودكسيون ايكريت اللي تطرح مع هاد لو ريجيونال. نحاول نشرح لكم نص الموضوع باش نفهموا دونك شنو خصني نكتب وشنو خصني ندير. دونك لو سوجي certains jeunes pensent que les meilleurs parents sont ceux qui accordent une liberté totale à leurs enfants. يعني بعض الشباب كيعتقدوا بان افضل الاباء هما اللي كيعطيو الحريه المطلقه للوليدات ديالهم et qui n'interviennent pas dans leur vie pour les orienter ou les conseiller. وما كيتدخلوش في الحياه ديال الاطفال ديالهم لا باش يوجهوهم لي زورونتي او لي كونسيي ولا باش انهم ينصحوهم. دونك هذا الاعتقاد ديال بعض لي جون ديال بعض الشباب. ايت فو داكور واش انت متفق افيك سيت اوبينيون واش عندك نفس وجهه النظر مع هذا لوبينيون هذا انك انت براسك كتعتبر بان الاب ديالك ولا الام ديالك مخصهم يتدخلوا فيك لا من اجل النصيحه ولا من اجل التوجيه باش يكونوا اباء اللي هما طوب ومزيانين. دونك واش انت متفق؟ دونك هذه هي لا كيسيون ولا لا بروبليماتيك اللي عندنا. ريديجي ان تيكست دون لوكيل فو ديفلوبي فوتر بوين دو فيو اللي غطرح تكتب لنا واحد نص ارغومونطاتيف اللي غادي فيه توضح لنا دونك لو بوين دو فيو ديالك ا ليد دارغومون اي ديكزامبل بريسيب استعمال دونك براهين وامثله. كما كنقولوا دائما سي ان تيكست ارغومونطاتيف كي دوات اتر مونتي افيك دي زارغومون اي دي زيكزامبل سولون دونك لان دي بلون كو فو ميتريزي. استعملوا اي بلون بغيتي لو بلون سامبل ولا دياليتيك ولا ليبريتي. المهم يكون ان تيكست ارغومونطاتيف وتحترموا دونك لا ستركتور ديال لو بلون اللي نتوما اختاريتيوها من اجل الكتابه. Comme ça, nous avons bien terminé l'explication de ce régional qui était le régional de l'Académie de Fès, celui qui était posé donc pour l'année 2016. D'autres questions, n'hésitez pas à me les poser sur les commentaires ou bien sur le groupe WhatsApp. Je serai donc disponible pour vous répondre. Pour ma part, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager ce contenu avec vos amis pour qu'ils puissent en profiter aussi. Je vous dis à la prochaine. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.